مرحلة جديدة من المؤامرة على سوريا بدأت حسب تصريح وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ومسار إنهائها وضع على السكة. فقطار الحل السياسي والمفاوضات قائم ومرجح على باقي الحلول، ولا اتفاق حول منطقة الجنوب أو الشمال حسب المعلم ما لم تسحب الولايات الأمريكية قوتها من التنف. هلا تواصل فيه، لكن لم نبدأ التفاوض حول المستقبل. نحن ما زلنا نعتبر أنهم مواطنون سوريون يحرصون على بلدهم كما نحرص. عندما تنسحب الولايات المتحدة من التنف نقول أن هناك اتفاق. وتشير الوقائع الحالية إلى أن نتائج الحرب الميدانية بات بالإمكان تقديرها، وهي مسألة وقت لا أكثر، والمفاوضات السياسية في هذه المرحلة هي التي تقرر حدود التثمير السياسي للواقع الميداني المحقق، بما يشمل وفق المعلم الوجود الإيراني الشرعي المتمثل بمستشارين فقط، والغزو التركي والأمريكي، ومحاولات الكيان الصهيوني المتكررة لخلق مكاسب على خطوط الفصل وإقامة حزام أمني باء بالفشل بخرق اتفاق فصل القوات لعام 74 عبر المسلحين والصيد بالحرب السورية، وهو ما يراه مراقبون مرحلة تحديد مستوى ومدى الانتصار والهزيمة. عمليا حساسية هذه المرحلة التي تدمج بين مرحلة عسكرية هي في الربع ساعة الأخيرة وفي أهم منطقة واكثرها تعقيدا في الجنوب السوري، إضافة إلى بداية السلة الأولى والأساسية والتي يبنى عليها كل الحلول السياسية وهي الدستور، كان لابد من توضيح بعض الأمور والتي ممكن دمجها بنقطتين مهمتين. الأولى بأن هناك ليس هناك أي اتفاق في الجنوب قبل أن يتم دمج اتفاق كامل يتضمن أولا خروج القوات الأمريكية من التنف، ثانيا التأكيد بأنه تواجد القوات الإيرانية ليس بشكل عضوي كما تواجد غيرها أي قاعدة عسكرية، بل تواجد مستشارين أو ضباط ليس قاعدة عسكرية. ثلاثة عناوين رئيسية، جبهة الشمال والجنوب ولجنة مناقشة الدستور الحالي، حملها مؤتمر الوزير المعلم، مؤكدا إصرار القيادة السورية على تحرير كامل أراضيها من كل أجنبي وغاز وإرهابي وعودة كل سوري إلى أرضه. لقناة الغد سلافة شحادة، دمشق.